اكيد اكو تسعيرات داخل السجن. أي اجهزه التليفونات اجهزه التليفون هذا 1100 يمكن العادي اتصور قالوا لي قبل فتره ب 150 الف دينار ايجار لمده يمكن يومين او هيك شيء. 150 الف هذا اللي ما بي كاميرا او شيء حتى يتواصلون به، اما اللي بها انترنت لا توصل 400 500 600 الف همينه اللي بها كاميرا ويقدر يفتح وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يتواصل. كل شيء عندهم حتى الحانوت ترى المواد الغذائيه العفو الخضره هاي كليتها اضعاف الاسعار اللي بالسوق. طبعا ممنوع الاهل يدخلوها، اغلب المواد ممنوع انه الاهل يوصلوها لاولادهم، بالتالي هو ينجبر انه يشتري من الحانوت فيشتريها باضعاف اسعارها. طماطم الخيار مثلا هاي الامور كلها باضعاف اسعارها.